여러분이 이제는 ميدالية مجهزة لكم فيديو جديد والفيديو مهم بالنسبة لي إنه راح أتخرج وراح أسوي لكم فلوق إن شاء الله يكون استمتعوا لأنه هذا اليوم مرة أنا مبسوطة فيه أحس شوية منحوسة لأنه طلع لي هذا الشيء وكمان تركوني بالفلوق أنا ما عندي كلام قاعدة ما عندي كلام المهم أنا مرة متحمسة وثاني شيء لو لساتكم مو مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا الآن ويا ريت تتابعوني على الانستغرام بحط لكم الاسم هنا قاعدة أجهز نفسي أصلا يا حرام يوم يوم مهم بالنسبة لي دائما كل فترة التخرج يعني التخرج الأول كان منحوس وهذا المرة جت لي هذه الحبة شكرا بشع يا منى شعور جميل ها شوفوا هذا لبس التخرج والحين كلنا قاعدين نستعد للملابس ونجهز نفسنا عشان وهذا يونجي كل مرة ألعب معه يونجي بلي لقوتي يجيني من هنا أقلي هذا هو همبرمان همبرمان يجو ماجماجي هش오늘 졸업식 기라서 기분이 어땠어요? 네, 많이 떨리고 그랬습니다 الصراحة هذه الطاقية من أول قاعدة أطلع عليه. كيف تحسي شكلي؟ معانا يا جين المتخرجة اللي سوف شوف الشاشة لساتهم ما تجهزوا ما دخلوا كلهم وقولوا لنا بسرعة شوف ولا كلها خط الحين رايحين للقاعة عشان نتخرج صراحة متخوفة يعني متوترة شوية عندي توتر بالتخرج بس خلاص قدو خلاص بنخلص من الثانوية مو شعور جميل انه تخلص من فترة في حياتك وتبدأ محطة جديدة هذا قاعد تطيح كل شوية وكل مرة تطيح مرة مضايقتني يلا متحمسة متحمسة مع هذا اللي طالعني شكله عجيب والله اقسم بالله عامل اخس من الشمس الحين انا ماشية للقاعة شعور جميل شوف انا قاعدة في الطرف انا ونارين لاني انا مستحية مو راضية اقعد معنا الكراسي كبيرة عشان انا الوحيدة اللي مدرسة ثانية شيء ثاني انا مو الوحيدة دخلتي الوحيدة اللي دخلتي مو من دار الثانوي مو من المدرسة اللي مرة مستحية من الموضوع لا تستحي عادي كل الناس قاعدين يطالعوني
졸업장 성명 양우빈 안녕하세요. 돌아오는데 돌아오는데
역시 역시 천성 유튜버라. 천성 유튜버라 진짜. 오. 나올 때까지 한 번. 역시 인생인 거야 아마도. 얘들아 저랑 축하해. 오랜만이야. 보고 싶었어. 잘 지냈어? 유럽 축하해. 굉장히 고맙생겨. 오빠 무섭다. 시간이 흘러서 벌써 여러분들이 들어간다는 소식이 들었어요. 정말 진심으로 축하드리고 앞으로 여러분들이 하는 모든 일이 잘 되길 기원하겠습니다. 눈봐. بنبدأ من الصف باقي التخرج مع الأهالي عشان المكان ضيق ما قدر الناس يجوا.
At the desert, at the desert, at the desert.